الجولة التقيت مع سمو الشيخ حمدان، وكما هي عادته دائما بروحه المرحة سألني عن اختراع الخيال الجديد. Very professional. صوت فتح وجود سمو الشيخ حمدان مجال الحديث معه في عدة أمور. تحدثنا عن بطولة العالم، عن أفريق الموسم الأوروبي، وعن خيل لفت نظره في المنافسات. ودائما بقدر ما أحاول الاختصار أجد نفسي دائما غير قادرة عن التوقف عن الأسئلة، فأعتذر من سموه على الإطالة، لكن سعة صدره تجعلنا دائما طماعين ونهمين لمعرفة آرائه في القدرة. قررت تركب مين ولا لسه؟ بتشاور لين الحين؟ لا، سمعت رأي الشارع الرياضي، أسامي كل واحد بيحط أسامي من عنده. والله اللي في الشارع الرياضي أذكياء يعرفون، بس المشكلة إنهم مو متواصلين داخل في الاستابلات، ما يعرفون شو اللي داخل في الاستابل، لكن إن شاء الله إنه نقدم لهم الأفضل. حاسس مين يكون أصعب بطولة سمو الشيخ حمدان؟ يمكن أصعب بطولة بتكون هذه، وأحس إنها بتكون أصعب بطولة على الجميع. لما هتختار وفقا لماذا من الخيول؟ يعني أنت بطبيعتك بتحب الخيل اللي شكله ومواصفاته إيه، طبيعته إيه؟ أعطيت جواب من تفكير ثاني. أوكي. إذا أنا أحب أروح أتجول في دبي، في شوارع دبي، بركب رنج. بس إذا بروح المرموم بأخذ الجيب، فعلى حسب إن شاء الله أفكر فيها بالطريقة دي. يعني طالب إيه الناس في الفترة القادمة؟ إنهم لا يقيمون وايد ولا ياخذون اسامي الخيل اللي سوت شغل واللي ما سوت شغل، لان يمكن في مفاجاه حصانيدي ما نعرفوش. يمكن. سؤالي الاخير وانا هطلع برا بطوله العالم، افري كانت بصراحة، أنا دايما بقول خليفة بيعجبني فيه وستابل إفتري بيعجبني فيهم، إن هم بيعرفوا يرجعوا الخيول من إصابة، وبترجع الخيل وتأدي وتنافس، وتفوقت إفتري أوروبيا. لكن عارف اللي بيتفوق أوروبي بيبتدي يكون عليه عبء مع بداية الموسم المحلي. الإصطبلات كلها الحين بدأت تفهم إن مو كل خيل تقدر تنافس به في أوروبا وفي الإمارات. طبعا في بعض الخيول نقدر ننافس بها، نفس شداد من اقوى الخيول اللي يقدر ينافس في اوروبا وفي في البلاد. بس الحين الافرقة والمدربين بدأوا يفهمون ان خيل اوروبا اللي تنافس في اوروبا اكثر من مركاض لازم تبدا فتره راحه لين تدخل موسم الاماراتي. موسم الاماراتي بيبدا قوي، يمكن يبدأ أقوى عن كل سنة، خاصة السنة. إفتري دائما بتظهر من النص الثاني، حسنا شوية بتتغير ولا أستنى؟ والله اللي أنا أشوفه الحين ومن الخيول أعتقد أنه بتبدأ أقوى عن العام. في حصان ظهر أوروبيا أنت عجبك في السباقات الأوروبية اللي تبعتها عند أي اسطبل؟ شايفه هيكون طارق بصمة في الفترة القادمة؟ في فرس في ام 7 ما اعرف اسمها، بس كانت يعني مميزه بقلبها في الريس اللي طاف، وما عارفين خلص الثاني او خلف الثاني، ولكن هذه لها مستقبل قوي. هاي لها مستقبل قوي. نعم. انا امبارح عارف سباقات اوروبا جبت بنادول وطلبت من الناس يطلبوا، يعني اعطيني اخر الريس خده محمد السبوسي. اليوم تختار حد؟
اختار لي بي ثاني على راشد الموت. انت مرشح حسن راشد ان شاء الله. عجبك اداءه الاخير؟ اعتقد اذا كمل الريس بيكمل الاول. فالثاني ياخذ الثاني ياخذ بنادول. هي اشكرك على اللقاء الممتع. شكرا. مع السلامه.